العدو يرتكب مجزرة بمدينة صور وغارات عنيفة على أحياء سكنية واستهداف جديد للجيش اللبناني ومحاولة استهداف فاشلة في عارية. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت أحياء في مدينة صور بجنوب لبنان، وأفيد أن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في أحد الشوارع في المدينة بعد المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف حي الرمل قرب مطعم الجواد في قلب مدينة صور، والتي أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص بينهم عائلة كاملة. وذلك بعدما وجه المتحدث باسم جيش العدو في خي أدرعي تهديداً إلى سكان منطقة صور، وتحديداً المتواجدين في المباني بين الشوارع التالية: دكتور علي الخليل، حي رام، محمد الزيات، ونبيه بري، مشدداً على أن عليكم الابتعاد فوراً إلى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه إلى شمال نهر الأولي. زاعماً أن أنشطة حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده وبقوة، مشيراً إلى أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. ولم يسلم الجيش اللبناني هذه المرة، فأعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عناصره جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي جرافة تابعة للجيش اللبناني جنوب البلاد. وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياق عدوانها المستمر على لبنان استهدفت جرافة للجيش اللبناني أثناء عملها على فتح طريق كفر دونين في الجنوب، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر. ويأتي ذلك بعدما أطلقت مسيرة معادية صاروخاً محاولة استهداف سيارة على طريق عارية الأوتوستراد الدولي، وقد فشلت في إصابتها ونجا من بداخلها، فيما تسبب الاعتداء الإسرائيلي بأضرار في المباني المحيطة وفي عدد من السيارات التي كانت تسلك الطريق. وقد استخدمت في هذا الاستهداف صواريخ النينجا منزوعة الرأس الانفجارية، وتحمل قرابة 50 كيلومتراً من المعادن، وهي التي تعمل على إصابات بالغة، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.